وأنصح من أراد أن ينجو أن يكثر من قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يكثر من تلاوتها مع العمل بها. أردت بأن يكثر من ذكرها حتى يتوخى العمل بها. يرجى لمن حقق هذه الآية الكريمة أن يختم الله جل وعلا له بخير. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعاً.